المهرجانات الصيفية مستمرة بكافة المناطق اللبنانية، واليوم مشاهدينا رح نتعرف على برنامج هالسنة لمهرجان الرميل السياحي الأول اللي عم بتم هالسنة بشكل رسمي لأول مرة، هو من تنظيم جمعية مار أنطونيوس الخيرية. تفاصيل أكثر مع ضيوفنا، برحب برئيس جمعية مار أنطونيوس الخيرية المحامية ريتا بولوس، أهلا وسهلا فيك ريتا، وبرحب بنائب رئيس الجمعية السيد ربيع داغر، أهلا وسهلا فيك ربيع. قبل ما نحكي عن برنامج هالسنة لمهرجان مهرجان الرميل الصيفي، بدنا نتعرف اكثر على جمعيه مار أنطونيوس الخيريه. بنعرف انه ابتدت اعمالها من حوالي أربع سنين، ولكن بهالفتره القصيره قدرتوا تعملوا كثير، خبرينا شوي اكثر ريتا. جمعيه مار أنطونيوس تاسست سنه 2010 على ايد الاب المؤسس الاب سمعان نمر بولوس. اسسناها لاهداف، هي اهداف تكون تقوم باعمال خيريه، اهداف انسانيه، اعمال نشاطات اجتماعيه ونشاطات ترفيهيه، يعني بس هدفنا الاساسي هو الاعمال الانسانيه والاجتماعيه والخيريه، بس نقدر نقول نحن بهالاعمال اكيد ما نقوم بنشاطات تقدر تمول هذه الاعمال الخيريه. وبلشنا نحن تبعا يعني اول سنه، وثاني سنه استلمت انا رئاسه الجمعيه، وبلشنا نحن واكيب مجموعه من الشباب والصبايا يلي هن مندفعين ومتحمسين لخدمه المجتمع برميلي والبلدات المجاوره، وحطينا هدف تاسيس مستوصف، وبالفعل أسسنا مستوصف للبلدة بتعاون مستوصف طبي، مستوصف طبي مركز صحي اجتماعي بتعاون مع بلدية الرميلة وبدعم وزارة الشؤون الاجتماعية، وهلأ عنا مشروع كمان مع وزارة الصحة. يعني هذا المستوصف كمان بيقدم أدوية ومعينات طبية. وين موجود المستوصف؟ على الطريق العام برميلة، على طريق العام برميلة، بيقدم يعني بيقوم بهذا الأعمال. ونقل رد يعني هذا المستوصف بده تمويل، وتالي تكون في تمويل أكيد بدك تقومي بنشاطات، بدي يكون في أشخاص موجودين حديك عم بدعمه. من نشاطاتكم الطبية الإنسانية أكيد، من نشاطات الاجتماعية، وكمان بنقدم إعانات يعني كمان للعيال المحتاجة، يعني على قدر قد ما قادرين يعني نحن نقدم، كمان بنقدم، وكمان بنقوم بنشاطات، نشاطات اكيد هدفها هي التلاقي وتتجمع اهالي المنطقه واهالي الضيعه والبلدات المجاوره، بنقوم بنشاطات يلي هدفها اكيد التلاقي وتعزيز التفاعل بين اهالي المنطقه مع بعض. يعني بتحاولوا حتى ولو بطريقه متواضعه تلبوا كل حاجات اهالي المنطقه، أكيد. يعني وين في حاجه انتم بتحاولوا تكونوا أكيد. موجودين. اكيد اكيد. هيدي مش اول مره سيده ربيع بتقوموا بنشاطات فنيه، ولكن هالسنه بشكل رسمي. مزبوط، كل سنه بنعمل مهرجان بكل صيفيه بساحه الكنيسه، بكون في حوالي 800,000 شخص، بس عم بيكون من الرميلي وحواليها. هالسنه عاملين لنا اعلان اكبر، ورح نعمله على صعيد منطقه، وفي حجوزات كثير ضغطه كثير بخصوص المهرجان. نعم. وان الله راد رح يكون كثير مهرجان مميز. وراح يتم ب 19 تموز. نعم. وعلى مدى نهار واحد، نهار واحد من 8 عشية لساعات الصباح الأولى. شو برنامج الاحتفال ريتا؟ بعرف في برنامج فني كبداية الساعة 8 المساء. نعم، في الساعة 8 بنبلش، أكيد في عنا شيء له علاقة بالجمعية، في عنا لجنة وقفنا نكرمها سبق وقامت بخدمة للضيعة وللكنيسة. نعم. أكيد بنكرم أعضائها، هذا الشيء متعلق بالجمعية. الساعة 9 بنبلش السهرة الفنية، بنبلش مع لوحة لاتينية مع خانيتو، بعدين بتستلم ألين حود، يعني هون بتوجه لها تحيه. نعم. من بعدها كمان هاني عمري وايما زبيب ومروان الشامي، واكيد في اشتراك معنا بضيف هو جورج حريق، كمان رح يكون موجود معنا. اون بلس في يعني سهره فنيه طويله 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 من 8 المساء لساعات الصباح الاولى. نعم. يمكن نعم نعم، لانه كل فنان يقدر يقدم الوصله الموسيقيه تبعيته. اون بلس في عنا العشاء الكروي يلي هو اكيد صار تقليدي بكل البلدات اللبنانيه، يعني صار معروف انه على طول في عنا التبولة والمشاوي والحمص والساج وكذا، هي أكيد رح يكونوا كمان موجودين. نعم. ونحن متميز بهالمهرجان قد في فنانين وبأكيد نجوم، يعني فنانين الدخول هو مجاني، يعني هو هذه هي تنقدر أنه هذا المهرجان يشارك فيه كل فئات المجتمع. مجاني والدعوة مفتوحة للجميع. أكيد. مش بس لأهالي الرميلة. أكيد. صح ربيع؟ ضيع كلها اللي حوالينا المنطقة، بس بنتمنى يتلفنوا ويحجزوا، لأنه يمكن ما نقدر. نعم. بليلتها نأمن لكل العالم، كل العالم عم تدق وتحجز، عم نشيل لها كراسي وطاولات وكل وين شيء. وين رح تكون هالعروض ريتا؟ نحن الصراحة يعني كنا بنعملها دائما بساحة الكنيسة، ولكن بتعرفي انه شوي الأوضاع الوضع الأمني شوي ضغط بالفترة الأخيرة، هو ما في شيء بخوف، أخذين نحن كل التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة وحاكين مع الجيش ومع القوى الأمنية، ولكن هون توجهت لنا دعوة من أوتيل الرميلي ريزورت تنعمل هالمهرجان تحت بالحديقة الخاصة، وهون بدي أوجه أكيد تحية شكر
للسيد وليد موسى صاحب الاوتيل. نعم. يلي قدمنا الحديقه بصوره مجانيه ونزلنا كل شيء، المهرجان، كل الكيوسكات والمسرح وكل شيء نزلناه على الحديقه، يعني بالهواء الطلق، بالهواء الطلق الشوف على البحر اللي معروفه بطبيعتها الخلابه على البحر. هذا الحلو انه هو على البحر، رح يكون اكيد. نعم. اللي تتميز الرميله فيها يعني المنطقه البحريه والشط، يعني رح يكون المهرجان موجود على البحر تماما. نعم. تعاونتوا مع بلديه الرميله بتنفيذ هالمشروع، يعني هون اكيد بدي وجه تحيه مشكوره كمان لبلديه الرميله اللي دعمت الجمعيه من بدء نشاتها واللي خلت الجمعيه توصل لهذا المستوى، يعني ما تكون الجمعيه محصوره بس برميله، بدها تكون عندها امتداد على مستوى المنطقه. بدي وجه هون تحيه شكر اكيد لمجلس بلديه الرميله وبشكل خاص لرئيس بلديه الرميله استاذ جورج خوري يلي تعاون معنا ودعمنا، ويلي هلا هالمهرجان يلي بكل تكلفته كان هو موجود حدنا ودعم. نعم. المهرجان ماديا واكيد معنويا. نعم. غير جمع تمويل لتنفيذ اهدافكم، بعرف انه في رساله من وراء هالمهرجان خاص بمنطقه الشوف اللي عانت كثير مثل ما بنعرف عبر السنين. نعم 100%، لانه بتعرفي منطقه الشوف هي مرقت بظروف صعبه جدا، فتره حرب طويله، ولكن وكل ضيعه من هالضياع بتعمل نشاطاتها الخاصه فيها، ما عم بيصير فيها التفاعل. نعم. كان نحن هدفنا، يعني نحن بلشنا فيه من الشتاء وقت عملنا ندوه سياسيه عنوانها الشوف رساله العيش المشترك، وجبنا قطبين، يعني صار هون بدي اسمي شوي، قطبين الحزب الاشتراكي وحزب الكتائب اللبنانيه عملوا هالندوه و يعني تيحكوا عن اهميه مسح وازاله الصفحات الماضيه. نعم. وتنجرب نحكي يعني العيش المشترك. يعني كسرتوا الجدار. لا بلشنا كانت ندوه جيده جدا، شارك فيها تقريبا ب 350 شخص. هلا نحن عم نكمل هالرساله ولكن بصوره فنيه. نعم. وكان عندنا انفتاح على الانديه والجمعيات والبلديات بكل المنطقه، يعني هالفستيفال سمح لنا نفوت على المختاره، نفوت على دير القمر، نفوت على الدامور، على برجه، على بعصير، على جيه، على الودانيه، على كل الضياع، صار عندنا تفاعل مع الانديه، مع الجمعيات، مع البلديات، مع الفعاليات السياسيه، هون مشكوره كل الفعاليات السياسيه اللي دعمتنا، وهذا تلقينا هيك الدعم المعنوي منهم، والطريقه من خلال السيد ربيع هون بيعرف قد ايه اتصالات عم تجي من. نعم. هالمناطق. من كل هالمناطق ربيع عم بيحجزوا؟ من مغدوش. يعني رح يكون ليله تلاقي اذا بدك بين اهالي الشوف بالدرجه الاولى. مزبوط، من الشوف وحتى من مغدوشي، كرخة، او من صيدا، من حلو. كل هالمنطقه كلها عم بدقوا بدهم يحجزوا يجوا على. نعم. المهرجان. ان شاء الله دائما مجتمعين باجواء احتفاليه. بنذكر المشاهدين انه ب 19 تموز المهرجان. تفضلي ريتا. مدام رولا، بس بدي وجه تحيه شكر للاشخاص اللي وقفوا حدنا بهالمهرجان، يعني هون اكيد بدي اشكر السيد اكيد وليد موسى يلي صاحب الاوتيل يلي قدم لي اياه مجانيه، لبلديه الرمي اللي برجع بوجه الشكر لخاصه للاستاذ جورج خوري، للسيد اليس عادي يلي دعمنا ماديا، واكيد للسيد وليد داغر والسيد هشام خوري، يعني هودي مشكورين جدا للدعم المادي تنقدر نأمن نحن الدخول مجاني لكل الفئات المجتمع بالرميله والبلدات المجاوره. ميرسي بوكو لكم. اهلا وسهلا فيكم وعقبال كل سنه. ميرسي كثير. واقفه مشاهدينا وبنرجع للايف.